السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نعلن بدء افتتاح الجلسة اليوم بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الجمهورية في مختلف الجبهات. بداية اسمحوا لي أرحب بالجميع إلى مدينة المخاء التاريخية، مدينة العريقة التي تحتضننا اليوم في هذا اليوم التاريخي بالنسبة لنا كمقاومة وطنية وكمكتب سياسي. مهام كبيرة أمام المكتب السياسي وأمام دوائره، سواء الشباب أو التنظيمية أو الأمن العامة أو الإعلام أو غيرها، لابد أن تشتغل في الميدان. مش كل شيء على قائد المقاومة، قائد المقاومة هو فرد، لا الآن فرد من أفراد المقاومة الوطنية في الأول وفي الأخير. المقاومة الوطنية هي امتداد لكل جمهوري وكل وطني وكل سبتمبري حر، ما هيش محصورة في 2 ديسمبر. احنا هنا في القاعة هذا بالذات به من يمثل مقاومة حجور، به من يمثل أبطال تهامة اللي قاوموا الحوثي أول ما دخل تهامة، موجودين عندنا في هذا القاعة رجال وقادة ألوية ومناضلين. فلا نحصر أنفسنا في الثاني من ديسمبر، هي تتويج لنضال الزعيم رحمة الله عليه والشهيد عارف الزوكة رفيقه الأمين. ولكن احنا مدينا أيدينا لكل المقاومات الموجودة في الساحة، سواء في الساحل الغربي أو غيرها. معانا هنا من أبطال مأرب موجودين مقاومين، من أبناء مأرب، من أبناء تعز البطلة اللي الطلقة الأولى التي قرحت في وجه الحوثي ورفضت الحوثي منذ أول يوم، من قبل أن تبدأ الحرب وتبدأ المعركة. من أبطال أب ما أريد أستثني محافظة، من كل المحافظات أعتقد موجودين، من شبوة، من حجة، من عمران، من دمار، من حضرموت، من كل مكان، كل الضالع عدن التي احتوت المقاومة وكانت كانت لنا البيت الدافع والآمن. بعد ما خرجنا من صنعاء نروح، سواء احنا ولا المقاومة التامية، رحنا كلنا اتجهنا إلى عدن. فعدن هي نعتبرها الحضن الدافع التي احتوت المقاومة، وفي الساحل الغربي وجد هذا النفس، ووجد الأخوة، وجد الأهل، وجد العزوة، وانطلق في تحرير ما تمكن إلى أن جاء اتفاق ستوكهولم. فلذلك احنا امتداد لكل هذه المقاومات التي قاومت الحوثي على امتداد المرحلة السابقة. من هذا المنطلق يعني ندعو الأخوة في المكتب السياسي أنه احنا نعمل على بناء شراكات حقيقية مع القوى السياسية الفاعلة الموجودة في الساحة اليمنية من أحزاب ومقاومات شعبية. نريد أن نوجه كل الطاقات إلى تشكيل مقاومة حقيقية وشيء يستطيع أن يواجه المشروع الإيراني، المشروع الكهنوتي. نتحرك في كل الاتجاهات مع كل القوى السياسية الموجودة الفاعلة في الساحة اليمنية من أحزاب أو تنظيمات أو قوى مقاومة شعبية، سواء كانت في مأرب، في شبوة، في الضالع، في الساحل، في تعز، في كل مكان نمد أيدينا. لدينا شركاء ومؤمنين بقضية الحرية وقتال الحوثي الأخوة في المجلس الانتقالي، لابد أن نفتح ونعيد نرسم شيء جديد للمستقبل يخدم كل يمني، سواء في الجنوب وفي الشمال. وعبر التاريخ كان الجنوب هو عمق للشمال، وكان حركة التحرر في الشمال تنطلق من الجنوب، وكان هو الرافد وهو القوى التي تدعم كل حركة التحرر، سواء في الشمال مع الجنوب أو الجنوب مع الشمال. لا ننكر تضحيات أخوتنا المقاومة الجنوبية أو حاليا المجلس الانتقالي في قتال الحوثي، ونمد أيدينا إلى تطوير هذا العمل في تكوين شيء صلب يستطيع أن يواجه هذا المشروع من أجل استعادة عاصمتنا. لا نريد أن نأتي للاجتماع وننفض بعد الاجتماع. معنا برنامج عمل نعده خلال هذه الفترة، سواء في الساحل، سواء في بناء مكاتب المقاومة الوطنية في مختلف المحافظات باتفاق مع مختلف القوى السياسية. المعركة طويلة والمعركة تحتاج مننا بذل جهد وتحتاج مننا كل صوت وكل بندقية. نستلهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من رأى منكم منكرا، احنا بنشوف منكر الآن ما يحصل في اليمن، هذا شيء منكر فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. هذا الذي بقلبه هذه داخل صنعاء، أهم شيء أنه يقاوم الحوثي، لا يرضاش عن الفعل هذا ولا ينجر وراء هذا الفعل.
وبلسانه من شرد وخرج ومش قادر يحمل البندقيه. واحنا هنا موجودين قادرين نحمل السلاح ونحمل البندقيه وقادرين نغير بايدينا. فنعمل على انه الناس تبقى بنيان مرصوص. المعركه مارب الان تواجه وحيده. وقد تنتقل المعركه بكره في الجنوب، بكره في الساحل، بكره في تعز. طيب هل احنا جاهزين لهذه المعركه؟ ماذا عدينا؟ هل شبابنا، هل ابنائنا، هل مشايخنا جاهزين لتعزيز الجبهات؟ نفجر كل الطاقات وكل الناس تتحرك تعز. هذا مش جبهه طارق ولا الزحزوح ولا لبوزة ولا باجيل ولا حد من قاعدة الألوية الموجودين. هؤلاء قد أدوا دورهم، الأبطال الموجودين اللي بتشوفهم لابسين بالعسكرية. أنا زرت اليوم الأول الجبهة، ترجع بروح معنوية عالية عندما تشاهد المقاتلين وتشاهدهم في الجبهة ووضعهم يعني على بعد 10 متر ما تشاهد قدامك من الرياح من الغبار من كذا، وهو تلقاه بمعنوية للسماء. تجي لهانا تفتح الواتساب والفيسبوك تحبط، وانك خلاص حلقت ما حلقت. تشتي مننا صبر، تشتي مننا عزيمه، تشتي مننا اراده. متى ما وجدت عندنا الصبر والعزيمه والاراده، الحوثي ليس بهذه القوه. الحوثي استطاع ان يدخل من خلال تفكك القوى السياسيه وصراعها على السلطه. للاسف صراع على ايش؟ على تعيينات في الخارج. ليش؟ بلدنا هنا، ليش تستلم راتب بالدولار وانت وزير ولا محافظ ولا كذا؟ جاي استلم وابقى في محافظك واشتغل. ابناء اليمن مشردين في عده دول، ما حد من يرعاهم. يعني في مصر معانا يوصلوا المليونين، من يرعى مصالحهم هؤلاء؟ في ناس مضطره انه ماش قادر لانه ما امنا لش منطقه جغرافيه يقدر يعيش فيها، فمضطر انه يغادر. هل احنا قادرين انه نقول له ارجع هذا بلادك، اجلس هنا عندنا اهلا وسهلا بك، نوفر له المدرسه ونوفر له كل شيء، وهو معانا بيجيب بندقه بسلاحه بكلمته بقلمه. مش كل الناس هيحملوا البندقيه، ولا هي المعركه معركه بندقيه، معركه فكر، معركه سياسه، معركه اقتصاد. اذا اشتغلنا على كل هذه المحاور اعتقد الحوثي ما بيصمتش في مواجهه كتله قويه. احنا منفردين ما بننجحش، زي ما اشتغلناش منفردين في الساحل، اشتغلنا مع شركاء. انا من ابناء المقاومه التهاميه البطله وابناء العمالقه المقاومه الجنوبيه، كانوا خير سند وكنا لهم خير سند وكانوا لنا كذلك. احنا في الجبهات قبل ان تتوحد هذا جهودنا في المقاومه والمكتب السياسي، انا كنت اطلب دعم من الزرانيق ولا من فؤاد جهنم ولا من ثاني زرانق ولا الاول، كنا عادي ما حد يبخل على الثاني. هي الدماء هذا بتروح. فنشتين الفكره هذه توصل الى قلوب كل الناس على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي. المرحله هي مرحله، ما اريد اقول لكم نفشر وان الامور بعد سم وكذا، لا، المرحله حرجه حرجه، وتشتي مننا كل الناس يبذلوا ما يستطيعوا. لا نتاخر. الشيء الذي انا استطيع اقدمه اليوم كواجبي كشخصيه عسكريه او اجتماعيه او سياسيه او اقتصاديه، اقدمها اليوم، لا انتظر الى بكره. لا ابخل على الناس، حتى بالنصيحه، حتى بالمشوره، حتى بالتحرك من قريه الى قريه. قادر اروح ازور القريه الفلانيه واتكلم معاهم، اتحرك، ليش اجلس مكاني؟ مبدا الحريه والانطلاق في سبيل الله وفي سبيل الوطن مهم جدا. ما بتصبرش البلاد وانت جالس داخل غرفتك ومنتظر الانترنت يصبر ولا ما يصبرش. المستوى الاجتماعي بحاجه الى شغل كبير. لان الحوثي يستطيع ان يخلخل المجتمعات باعاده الصراع، اعاده الثارات، خلق التنافس بين الشخصيات الاجتماعيه لتسهيل دخوله الى المناطق. من عمران من حاشد وهو يقول انا اشتري الخط الاسود، خل افتحوا لي الخط الاسود. امد ما يدخلوا ومروا للمنطقه دي، بعدها دخلوا صفوها. مشايخ حاشد وعمران الذي سحلهم الذي دخلوا. ما بنستفدش من تجاربنا، وللاسف لليوم حتى يطبق هذا المفهوم في شبوه. تكلم على انه يشتري غير الخط، وبعدين يبدا يحشد ويجند من ابناء المناطق هذا، ومن خالفه بيسحله. ما يقومش على فكرة الحرية وعلى فكرة احترام حقوق الناس، لا، أنت هنا تبع الولي الفقيه، تخطى على ما يشتي. لا تمتلك حرية القرار ولا حرية مالك ولا نفسك، كل شيء حق بيت
الخمس. نرجع إلى عصر الإمامة، وما نريد إحنا نرجع إلى عصر الإمامة وإلى عصر القطرنة وإلى قبل 1400 سنة. مش هو هذا ديننا الإسلامي الصحيح، إنه يجي صحيح إسلامنا بيوم الولاية؟ لا، محمد بن عبد الله أرسل ليتمم مكارم الأخلاق، ليحرر الناس، سواء بين العبد وسيده، سواء بين بلال الحبشي وحمزة بن عبد المطلب. ما جاش يفرض عليك أنه فئة معينة هي من تحكم الناس، ولا بايع علي بن أبي طالب، ولا كلام من هذا الكلام موجود رضوان الله عليه. احنا نؤمن أنه الرسالة المحمدية جاءت لتخرج الناس من عهود عبادة الأصنام وحرية الناس ونبذ العبودية وعبادة الله وحده. لن نكون عبيدا لغير الخالق عز وجل. ونحيي جهود المرأة اليمنية الموجودة في الساحة، والمرأة اليمنية هي الأم وهي الأخت، ودورها كبير في المعركة. عندما يكون دور الأم موجود في تربية أبنائها على حب الوطن وغرس المبادئ، ما يقدرش الحوثي يجي ينزع بدور الثقافي وغير المفاهيم كلها، لأن الأم بتعبي ابنها مع الرضاعة مع الحليب، بتعبي أنه أنت حر، ما خلقت إلا حد يستعبدك، أنت يمني أصيلي قحطاني، لك حضارة سبق ومعي، وتوجه الإسلام وآمنا برسالة غير ذي حان أبو الرسول لما خرجوا من مكة. ماشي، مش وحنا آمنا برسالة اليمنية. الآن يجي ينكر علي في ملازمه ويستنكر أن احنا بنفتخر بدولة سبق ومعي، يشتيم حي تاريخ اليمن كامل. ما يجري في صنعاء الآن هو تجريف في المناطق اللي مع التجريف للهوية اليمنية، مثل ما فعلوا أصحاب طالبان وسألوا التماثيل هذا وقالوا عبادة وكذا. وهذا عيجي يقول لك أنه عندما تتكلم عن دولة سبأ ومعين وحمير وذريدان وقتبان وأوسان أنت مشرك أو لا كفرة. طيب هؤلاء قبل الإسلام يا أخي، نعمل لك هذه حضارتي، هذا تاريخي، هذا تاريخ أبائي وأجدادي. كلمة أخيرة، كنا ذكرنا في يوم تدشين المكتب عمل المكتب السياسي انه احنا نعمل في اطار الجمهورية اليمنية والتحالف ولسنا ضد الشرعية، ونحن نؤكد هذا الكلام، نحن مع الشرعية ونؤيد اي شيء يساعد على استرداد الوطن من الانقلاب الحوثي. فما زلنا على كلامنا انه احنا نريد ان نكون فاعلين في هذه الشرعية وندعم اي عمل تقوم به الشرعية لاستعادة الدولة. نحن لن نكون خارج إطار الشرعية أو التحالف، نحن لدينا هدف رئيسي هو تحرير اليمن وعودة الجمهورية والدولة اليمنية المستقرة وحرية أبنائها، وصولا إلى اختيار من يمثلنا عبر الصندوق ليس عبر الطرق أخرى، سواء كانت عبر سلالة معينة أو غيرها. نحن مع الصندوق، يختار كل مواطن من يريده، والصندوق هو الذي يحكم بيننا.